10 ثانية محطما بذلك الرقم. كأس التتويج والذي سيحمل من ابنة العاصمة المحروسة. منافسة جد صعبة وكان رطوبة نوعا ما رطوبة كانت مرتفعة، لو كانت نقص في الرطوبة اليوم نحقوا ساعة وثلاث دقائق، وهذا الا تحضير ان شاء الله الالعاب العربيه ان شاء الله. حصلت على المرتبه الاولى الحمد لله بكل استحقاق، وهذا بفضل التربصات اللي كنت نديرها من بدايه العام. قلعنا في وقت مزيان على 8، الحك في الطريق سي نورمال، كاين عداء لاباس بهم، كاين اللي يكونوا ناشطين، كاين المبليسيين، انا فوتوا الحمد لله لاباس معي، يعني مهما كانت كنت مبليسي فاتت لاباس بها. طبعا الثانيه نصف ماراثون مدينه جيجل، حضور قياسي نسبة بالنسبة للسنة الماضية، حضور 1030 عداء من بينهم 25 عداء من صنف الإناث، تم من 45 ولاية عبر الكوطة الجزائري، تم تحطيم رقم الطبعة الماضية اللي كان ساعة وخمس دقائق و21 ثانية، العام هذا حطموه لهذه العمش بتوقيت قدروه ساعة وربع دقائق و12 ثانية.